بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده ان شاء الله هنوضح اخر اسعار الاجهزه الكهربائيه، وهنقول بالمره الحاجات اللي عليها عروض والحاجات اللي سعرها كويس. انا شايفه كويس. غسالات فوق اوتوماتيك في ماركات كتير موجوده، في فريش، وايت بوينت، توشيبا، شارب، تورنيدو، ال جي، تورنيدو. تمام، ناخدهم كده من اول هنا كده بالترتيب، يعني الصف ده كده لحد الاخر، وفي الاتنين جنب الباب، وفي الناحيه التانيه، وفي غسالات هاف اوتوماتيك اللي هي حوضين. ناخدها كده بالترتيب، ناخد اللي جوه دي وايت بوينت 11 كيلو ب 12350. تمام، وفي فريش 11 كيلو بكام؟ ب 12840. وايت بوينت اللي جوه دي 14 كيلو 15700، وهتلاقي الموديل مكتوب فوق. الحاجات دي مش عليها عروض دلوقتي، هقول لكم العروض الجايه، هقول لكم. تمام، انا بوريكم اسعار الاجهزه وهوريكم العروض بالمره. بس يا ريت يا جماعه، في زرار تحت الفيديو مكتوب على الاشتراك، اضغط لنا عليه، وفي زرار جنبه مرسوم عليه علامه اللايك، اضغط لنا عليه، مش هتخسر اي حاجه، الحاجات دي مجانيه. غساله فريش 13 كيلو ب 14000 ونص، وايت بوينت 15 كيلو ب 16750، وده الشكل بتاعها. ونزلت لكم على التليجرام، العروض اللي نزلت من يوم 20، هتنزل من يوم 20 اللي هي بكره لحد اخر الشهر، غير العروض اللي موجوده اصلا في المجله. تمام، وهتلاقيها في منتدى بتاع اليوتيوب. غساله وايت بوينت 14 كيلو، ده الشكل بتاعها، عامله كام؟ 15300. غساله وايت بوينت 16 كيلو عامله 17400. ال جي عندنا منها ال 11 وال 13 وال 14. الاسعار ال 11 ب 15 ونص، وال 13 ب 17 ونص. طيب، غساله وايت بوينت اللي هي 19 كيلو ب 19000، اهي ده الشكل بتاعها. غسالات بقى العربي، تورنيدو وتوشيبا العربي. غسالة تورنيدو 10 كيلو لون ابيض ب 13759، وغسالة توشيبا 11 كيلو ب 16189. الاشكال بتاعتها اهي، تورنيدو هي التوشيبا، لكن في المسائل الكبيرة بيبقى في فرق. طيب، هنكمل تورنيدو 13 كيلو ب 16000 جنيه، ده الشكل بتاعها اهو، دي الشكل بتاعها. في بقى حاجات على عروض اهي، غسالة تورنيدو اللي هي ايه؟ TLD 15 RSC، اهي TLD 15 RSC، نازله من 21250 نازله ل 19000. تمام، وفي برضو تورنيدو بس هيبقى لون تاني، نازله من 20609 ل 18000 ونص، وده الشكل بتاعها، دايركت درايف موتور وانفرتر. تمام، غساله تورنيدو فوق اوتوماتيك الشكل ده، الموديل بتاعها ده اهو، الموديل هو اللي موجود برضو على الغسالة، نازلة من 22589 نازلة ل 20349 جنيه. غسالة توشيبا العربي يا جماعة، اللي هي ضمان العربي، اهي ضمان العربي، الحقها عشان خلاص مش هتنزل، وخامتها جميلة جدا جدا جدا، والمفاتيح بتاعتها بارزة، والباب تقيل، وفريم، والاحجام الكبيرة دي جميلة جدا. الموديل بتاعها اهو DG1600SS ب 26000 جنيه. هي سعرها غالي، بس يعني غساله يعني انا بحب الغساله دي بصراحه في الفوق اوتوماتيك. طيب، نكمل. غساله شارب فوق اوتوماتيك 13 كيلو، في باب هيدروليك وفي من غير باب هيدروليك. الباب هيدروليك نازله من 19759 نازله 18000 ونص، وده الموديل بتاعي. طب اجيب لكم جله تشوفوا الدنيا. في 13 كيلو سيلفر غامق نازله من 18729 نازله 17000 ونص، وده الموديل بتاعي. تمام، وده الشكل اهو، وده الشكل، الاشكال بتاعتي اهي. طيب، هناخد نبص على الميكرويف ونكمل بس بقيه الغسالات عشان في ناس واقفه، في زباين واقفه. الميكرويفات اللي عليها عرض، في ميكرويف شارب 34 لتر 1000 واط بجريل، نازل من 10000 ل 8000 ونص، وده الشكل بتاعي. تمام، عندي ميكرويف ال جي برضه عليه عروض، 42 لتر اسود بشوايه، نازل من 15190 نازل 14150، اهو ده الشكل بتاعي.
ميكرويف ال جي اللي هو سيلفر بشوايه 42 لتر برضو، نازل من 16,500 ل 15,350. ميكرويف ال جي 42 لتر سيلفر ب 13,790. الحاجه اللي عليها سعر واحد مش عليها عرض، تمام. ميكرويف ال جي 25 لتر نازل من 10,890 ل 10,150، تمام. ده عليه عرض، وده الشكل بتاعي اهو، ده الشكل بتاعي، تمام. ميكرويف تورنيدو اهو، ده يا جماعه اهو ميكرويف تورنيدو 25 لتر سيلفر بشوايه، نازل من 6,919 6,200، تمام. ميكرويف تورنيدو 36 لتر نازل من 8,679 ل 7,900 اهي. ميكرويف تورنيدو 25 لتر 5,919 نازل ل 5,000 جنيه. طيب افران اللي عليها عروض، اللي عليها سعرين اهو، تورنيدو 46 لتر شوايه ومروحه نازل من 3,339 ل 2,900، وال 48 لتر نازل من 3,869 ل 3,300. الباقي ده برضو مش عليه عروض، فخلينا بس عشان وقت الفيديو ما يطولش معانا. في ميكرويف شارب 25 لتر نازل على عرض من بدل 8,050 ل 7,000 جنيه اهو، ده الشكل بتاعي احسن. كمل يا جماعه معلش بقيه الاسعار. في يا جماعه موديل ده تي ال ان 11 ار دي اس ب 15,479، ده تورنيدو، ده الشكل بتاعي اهو، تمام. في تورنيدو في اوتوماتيك 11 كيلو باب هيدروليك ستانلس ب 16,789، وده الشكل بتاعي اهو. في شارب 9 كيلو بالطلمبة عدى عليها عرض، نزل من 14,249 ل 13,000 جنيه. هتلاقي الموديل اهو مكتوب، الموديل اللي مكتوب هنا مكتوب هنا شارب 11 كيلو في اوتوماتيك تي ان 11 جي اس اس بي ب 19,019 اهي، وده الشكل بتاعي اهو. في الشارب الموديل ده 11 كيلو انفرتر ب 18,579. بس يا جماعه بصوا على العروض اللي هي على المنتدى بتاعت اليوتيوب او قناه التليجرام، عشان في حاجات لسه نازله النهارده فاحنا ما لحقناش نحطها في الغسالات، يعني عروض من يوم 20، يعني في عروض، العروض اللي محطوطه دي اللي هي بدايه من يوم 1 لحد يوم 30، في عروض كمان نزلت اضافيه من يوم 20 لحد اخر الشهر، فانا مش متذكر هي ايه بالظبط. وفيها برده غسالات اطباق هتلاقيها في المجله برده عليها عروض، تمام. دي انا قلتها لكم خلاص. اسعار مثلا في المحاضرات، لا مش شايف اسعار في المحاضرات. في مثلا مكاوي نزل عليها عروض، اللي هي عليها سعرين دي، كنود 2000 واط بدل 1450 نازل ل 1000 جنيه، و2200 واط نازل من 2150 ل 1600، و 2600 واط نازل من 2450 ل 1850. كنود اهي الاشكال بتاعتهم جنب بعض. ايه تاني شايف على عروض؟ مكنسه كنود 2200 واط نازله من 8000 ل 6800، 1200 جنيه اهي الشكل بتاعها اهو، تمام. ايه تاني؟ مكنسه هوفر بدل 6,689 نازله 6,355، ده الشكل بتاعي. واللي جنبها برضو موديل تاني برضو 2000 واط ب 5,610 نازل 5000 جنيه، وده الشكل بتاعها اهو، تمام. ايه تاني نازل على ورود؟ بس يا جماعه كان في قلايه تورنيدو يا جماعه، في موديلين، موديل الديجيتال اللي معروض وموديل اللي من غير ديجيتال. الديجيتال نزل على عرض من 6,730 ل 4,700، واللي هي مش ديجيتال البقر يعني نازله من 5,100 ل 4,200. في كنود برضو في القلاية نازلة عرض من 7,000 ل 6,200، وفي كنود نازلة من 8,000 ل 7,000 جنيه، تمام.
وفي كنوت تانية وليل تاني نازلة من 10,500 ل 7,850، وفي كنوت نازلة من 12,900 ل 8,800. اهي الاشكال بتاعتها يا جماعة عشان الناس تشوف. وفي دي كنود اللي هي غرفتين نازلة من 9,750 ل 8,500. مكان القهوة لا بس كده خل. طب نشوف كده بقى ايه الخلاطات. الخلاطات خلاط كنود نازل من 3,300 ل 2,850 اهو، او 500 وات اسود. خلاط كنود 500 وات ابيض نازل من 3,200 ل 2,800. في مكوة تيفال يا جماعة جت اللي هي الستاند ب 6,500 اهي، 1,700 وات، هو مكتوب على الكرتون 1,850 وات، بتوصل قدرتها يعني. كيتشن كنود ده نزل عليه عرض من 7,200 ل 6,300. كنود موديل تاني نازل من 1,000 ل 9,500، المجموعة دي بتاعته اهي. كنود نازل من 11,000 ل 10,500. ايه تاني؟ تمام. انا مش شايف تاني الحاجات دي، مش شايف على ساعة اسعار. تمام الغلايات. طب الكبات لا مش عليها. الهوف نقول اسعار الهوف. هوف 7 كيلو توشيبا 6,579 اهي اللي هي الحوضين دي. خلصت. هوفر 10 كيلو 7,339، وتوشيبا الصغيرة 8 كيلو 11,839. في استابلايزات، استابلايزرات التاجر هنا هو اللي بيستوردها اللي هي المستوردة مش المصري، والحوامل برضو. ايه تاني يا جماعة اقول لكم عليه؟ المكانس طبعا قلت لكم اللي عليه عروض، انا عمال الف معاكم اهو. انا بعتبر نفسي مثلا زبون داخل ببص على الاسعار، انا بقول لك الاسعار وانت قاعد في البيت. تمام. والله يا جماعه انا نفسي نفسي يبقى ليا معرض زي كده يا جماعه، نفسي والله امنيه حياتي يبقى ليا معرض زي كده وكذا دور يعني. نفسي يعني هو ما شاء الله على نفسي يعني، انا الحمد لله اقدر اديره بنفسي وبشره، وبحلم كل يوم يبقى ليا حاجه زي كده. فادعوا لي بقى يكون ليا حاجه زي كده. وانا والله العظيم لو ربنا كرمني وبقى عندي معرض، لا هبيع لكم بالاسعار بما يرضي الله واسعار الليست، وممكن احرق اسعار كمان وهخرب الدنيا، هخرب الدنيا. بس ادعوا لي، بس ادعوا لي ان انا افتح معرض، او حد حتى يخليني ادير معرض كامل شراكة يعني. بس اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.